دي حالة أخرى من حالات المرازمس اللي هنتكلم عنهم، اللي نقص حاد في البروتين وتحول لنقص حاد في المواد الكربوهيدراتية، وطبعا دي بدأت تتحسن شوية تحت العلاج، ونرى فيها عينيها اللي هي يعني واسعة بالنسبة للحجم بتاع الوجه. This is another case of marasmus which you explained before. It's under treatment, it's improving. Another one. This is another case of marasmus again, which you've been talking about it. دي حالة تانية من حالات المرازمس نحن نتكلم عنها، اللي لا توجد حاليا في كتب الطب على مستوى العالم. كانت زمان من 42 سنة موجودة، لكن دلوقتي موجودة هنا في اليمن. دي مرازمس ولا كوشر كور؟ دي حالة تانية من الكوشر كور، في اللي احنا اتكلمنا عنها كانت نظر كيس في كوشر كور. You can see it during the lack of protein supply to the body. يعني احنا شفنا دلوقتي حوالي 5 حالات من المرازمس والكوشر كور. I've seen now about 5 cases of marasmus and kosher kor, and I'm urging the medical doctors who understand what do I mean by marasmus and kosher kor to go back to the medical textbook and look at this and explain the serious situation of the humanitarian situation of Yemen. وانا بكلم الاطباء والعمال الطب في العالم انهم يرجعوا للمرجعات الطبيه بتاعتهم ويحللوا اسم مرازمس والكوشر كور مره تانية، علشان يحسوا بسوء الحاله الطبيه والحاله الانسانيه في اليمن اللي وصلت لليمن الان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.